بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الأشهر التي نقطعها في السنة والتي هي جزء من أعمارنا، هذه الأشهر لا تتغير ولا تتبدل، فهي باقية بأيامها وأسابيعها وساعاتها منذ أن خلقها الله سبحانه وتعالى. هذه الأشهر بها نعد السنة والسنين، وهذه الأشهر بها ينقص من أعمارنا أو ينقص من أعمارنا السنوات، وبها نتقرب إلى آجالنا ونقترب منه، أي بهذه الشهور. ونحن في أول يوم من شهر الله المحرم، هذا الشهر هو أول يوم في السنة الجديدة، سنة ترحل وسنة تأتي، سنة تنصرم وسنة تدخل من جديد. وهذه السنة الجديدة أو يوم الأول الجديد في السنة هو في الحقيقة بالنسبة للعاقل الرزين الفطن المحاسبة، أن يحاسب نفسه على ما فعل في السنة الماضية، إن كان حسنا فيحمد الله ويزيد، وإن كان سيئا فيستغفر الله ويتوب إليه. المسلم دائما يراجع نفسه خصوصا في مثل هذه المناسبات. هذه الأشهر وانصرامها أو السنة وانصرامها هي للتذكير، هي للعبرة، هي للعظة، نأخذ منها العبر والمواعظ لنتعظ على أنه كالإنسان، أو على أنها هذه السنة كالإنسان، فيولد صغيرا ثم يكبر ثم يشيب ثم يشيخ ثم وهكذا إلى أن يرحل إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا السنة فتبدأ باليوم، ونحن في اليوم الأول، قد بدأت بالساعات بالثواني بالدقائق بالساعة بالساعات باليوم، وهكذا غدا اليوم الثاني والثالث والشهر والشهر الثاني إلى أن تنتهي السنة، إلى أن تنقضي السنة. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، في تقدير الله، في تقدير الله سبحانه وتعالى، يوم خلق السماوات والأرض، لا تغيير ولا تبديل. هذه الأشهر هي الشهور القمرية، المراد منها الشهور القمرية بقرينة قوله تعالى: يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات، فذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي بين
يعني وسط. هذا رجب فرض. إذن هذه الأشهر الحرم أشار الله إليها، منها 40 حرم، فسمي بالحرم أو هذا الشهر بالمحرم تأكيدا لحرمته، تأكيدا لحرمته. وهناك أشهر وهناك أزمنة وهناك أيام وهناك ساعات فضلها الله سبحانه وتعالى، فيفضل الله ما يشاء ويختار ما يشاء سبحانه وتعالى. خلق الله ما يشاء ويختار، اختار من الخلق الملائكة، واختار من بين الخلق، من بين الناس رسلا وأنبياء، واختار الأماكن كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد الحرم والمسجد الأقصى، واختار الشهور شهر رمضان، واختار الليالي ليلة القدر، واختار الساعات ساعات يوم الجمعة فيها إجابة الدعاء، واختار الأيام يوم الجمعة، فيختار الله سبحانه وتعالى ما يشاء. هذه الأمكنة أو هذه الأزمنة المفضلة عند الله سبحانه وتعالى يفضل فيها العمل ويضعف فيها العمل الصالح والأجر والثواب، كذلك يزداد فيها الإثم والوزر. فمن فعل حسنة في هذا الشهر وتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى عمله يضاعف، أي يزيد الله له من فضله. ومن ارتكب فيه إثما أو معصية فالوزر يتضاعف. إذن العمل في هذه الأشهر وفي هذا الشهر المحرم ليس كعمل العمل في باقي الأشهر، إذن فيختلف، والعمل والثواب والأجر وكذا الوزر والإثم إذن يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. إذن فيقول الله سبحانه وتعالى بعد بيان أن هذه الأشهر الحرم من الأشهر 12، قال الله سبحانه وتعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالمشركون كانوا يزيدون وينقصون في هذه الأشهر كما شاءوا على حسب رغباتهم ومصالحهم ومنافعهم، ولذلك قال الله بعدها إنما النسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. لذا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال ألا إن الزمان قد استدار كهيئتك يومكم هذا، بمعنى أنه دار الزمان، وكان الكفار يزيدون فيه ينقصون على حسب هواهم. ثم لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله أن يحج تلك السنة فوافق الشهر شهر الحج، لأن المشركين كانوا يحجون ويؤخرون الحج على حسب رغباتهم، ولكن لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حج في ذلك الشهر أي شهر ذي الحجة. إذن الله سبحانه وتعالى يقول فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والظلم كيف ما كان، فالمعاصي ظلم، الوزر ظلم، فما يسخط الله كله ظلم. إما الإنسان أن يظلم نفسه بالمعاصي والذنوب واقترافها والشركيات وما يغضب الله سبحانه وتعالى، وإما أن يظلم الآخرين، أن يظلمهم ظلما حقيقيا إما بالفعل وإما بالقول. فكل الظلم كله محرم، والإثم والظلم محرم سواء في شهر المحرم أو في غيره، لكن يتأكد في شهر الله المحرم، في شهر الله المحرم. لذلك الله سبحانه وتعالى بعد ذكر الأشهر الحرم قال فلا تظلموا فيهن، قالوا الضمير يعود إلى أقرب مذكور فيهن أي الأربعة الأشهر، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهل للإنسان أن يظلم نفسه؟ هل يوجد
أحد يظلم نفسه فيعتدي على نفسه يظلمها، لأن الظلم المعروف عندنا الظلم يقع على الغير، فإنك تظلم وإنك تظلم الآخر بالاعتداء عليه وببخس حقه وأخذ حقه أو تزوير عليه، فهذا كله يعتبر ظلم على الآخر. ولكن الظلم على النفس هل يقع؟ نعم، ولكن بشكل آخر. هذه النفس التي بين جنبيك أنت أمين عليها، فقدها إلى الخير إلى ما يرضي الله، ولا تقودها إلى الشر إلى الهلاك، لأنها كأنها شخص آخر هو في بداخلك يلومك يؤنبك، ويوم القيامة سيحاسبك، أي سيحاسبك الله سبحانه وتعالى على ظلمك لنفسك، لأن كل الأعضاء تشهد علينا يوم القيامة بظلمنا لها. ما ذنب هذا العين أنك تنظر به إلى الحرام؟ ما ذنب هذه الأذان أو الأذنين تنظر بهما أو تسمع بهما الحرام وما يسخط الله؟ ما ذنب هذا اللسان وما ارتكبه هذا اللسان استقم به؟ الأيد كذلك، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، هذه الأعضاء كلها تشهد عليك لأنك ظلمتها وقدتها وسقتها إلى موارد الهلكة. فخذ بنفسك هذه إلى النعيم، إلى السعادة، إلى الرضا، إلى الراحة، إلى الهناء، ولا يوجد هذا إلا في طاعة الله عز وجل، إلا في طاعة الله أن تهنأ بنفسك. لذلك حينما يموت الإنسان فيوضع في القبر فيأتيه الملك فيسألانه، فهذه إذا هذه النفس وهذا الروح إذا كانت صالحة تنعم بالقبر، وإذا كانت غير صالحة وعذبها صاحبها في الدنيا قبل أن تعذب في القبر فالسبب هو صاحبها حاملها. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول فلا تظلموا فيهن أنفسكم، كما يعتبر القرآن الغير كنفسنا، كقوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، وهل يوجد عاقل يلمز نفسه إلا الأحمق؟ الأحمق هو الذي يلمز نفسه ويعيب نفسه ويعير نفسه، أما العاقل فليعير نفسه. لكن إذا عيرت أخاك المسلم فإنك بذلك تعيب وتعير نفسك، تعير نفسك. إذن فالله سبحانه يقول فلا تظلموا يا عبادي فيهن أنفسكم، فاجتهدوا بالعمل الصالح وفي العمل الصالح، اجتهدوا بما يعود عليكم بالخير والنفع والثواب والأجر والرضا والنعيم في الآخرة. أيها الإخوة، هذه الأشهر محسوبة لنا أو علينا، حجة لنا أو علينا، فعرف ما تقول وما تنطق به وما تفعل وما تعمل، كل شيء يجب أن يحسب وأن تحاسب نفسك على ذلك. ولذلك الحسن البصري رحمه الله يقول ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي بلسان الحال يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فالسنة الجديدة تنادي عليك يا ابن آدم أنا سنة جديدة فاغتنمني اعمل في عملا صالحا فإني لا أعود إلى قيام الساعة. وهل بربكم السنة الماضية الفارطة الفائتة ستعود؟ أبدا. قد رفع عند الله
ما فيها وما وقع فيها، وما ارتكبت فيها وما عملت فيها، كل شيء قد سطر عليك وسجل عليك في الكتاب وسطر في اللوح المحفوظ الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، ويوم القيامة تجد ذلك حاضرا، وجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا، ويقال لك يوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ. فالله عز وجل لا يظلم أحد، وما ربك بظلام للعبيد. ولذلك هنا فرصة سانحة، فرصة لا تعوض للإنسان، والله يريد لنا الخير، أن يتوب قبل أن يباغته الأجل، فنحاسب أنفسنا، وهذا قليل في الناس من يحاسب نفسه. في الحقيقة أن المسلم يحاسب نفسه كل يوم بالكل ساعة، على أقل على أبعد تقدير أنه يحاسب كل ليلة، حينما يأتي إلى النوم، إلى فراش النوم، فيجلس ويفكر، ثم يراجع كل أعماله اليومية، إن وجد خيرا فليحمد، إن وجد غير ذلك فليلوم نفسه، وكذلك سنة الفريضة. فكل الناس في هذه الحياة شركة أنها تحاسب وتحاسب، الحسابات الدقيقة في آخر السنة، ما هي الأرباح وما هي الخسارة، وأين وقع الربح وأين وقعت الخسارة، فيراجعون أنفسهم المسؤولون على الشركة، إن وجدوا خللا أو خسارة أو نقصا فيراجعون أنفسهم، وقد يستبدلون أناسا، وقد يستبدلون عمالا، وهكذا الدول نفسها تحاسب نفسها في آخر السنة. الأمور المادية، إذن ما كان الأمر يتعلق بالماديات فالناس في هذه الحياة يحاسب نفسه، ولكن لما يتعلق الأمر بالدين وعلاقتنا مع الله سبحانه وتعالى فقليل منا من يحاسب نفسه، ولكن هذه الدرجة عالية. وكانت عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كان يحاسب نفسه كل ليلة ويضرب نفسه بالدرة، يضرب نفسه عمر، وما أدرك ما عمر، عمر رضي الله تعالى يضرب نفسه، وما وجدوا وما علموا بذلك إلا حين خلع ثيابه لأجل تغسيله يوم الممات، لما جاء المغسل ليغسله فخلعوا ثيابه ووجدوا أثر الضرب في جسده، وجدوا أثر الضرب في جسده، فسألوا زوجته فقالت لهم كان كل ليلة يضرب نفسه ويقول حاسب نفسك يا عمر قبل أن تحاسب، وزن عملك قبل أن يوزن عليك. ولذلك كان يقول رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم يوم تعرض على رب العالمين. فنسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، اللهم اصلح حالنا وأحوالنا ويسر أمورنا، وارحمنا وارحم والدينا، اللهم انصر إخوتنا في غزة وفي فلسطين، اللهم انصرهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم وعلي شأنهم واجبر كسرهم، اللهم عليك باليهود الخنازير، اللهم اشتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم أرنا فيهم يوم أسود كيوم عاد وثمود. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.